هذا البرنامج برعاية الحياة بتتغير، والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني مفيش غير لميس 3 في 1 اللي نظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الشغل مش عيب، وصحه فطوركم. ونحب نوجه تحيه لراعينا الرسمي لبرنامجنا شركه لميس لمواد التنظيف. كما عودناكم كل حلقه يكون معنا ايادي ليبيه خالصه تشتغل او تمتهن مهنه هي مش متحشمه منها، بالعكس تخدم فيها. ونحن كيف ما قلنا في حلقاتنا السابقه، هدف البرنامج هو تنشيط الشباب ايضا ونصحهم على العمل، لأن أي شغل تشتغله ما هوش عيب. اليوم أنا الأستاذ علي الساحلي كهربائي منازل، اليوم هنعيشوا معه أجواء المهنة متاعه وحنكونوا معه يد بيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ربي يعاون سي علي. الله يسلمك. اخبارك؟ مرحبتين. مرحبا بك. صحتك. مرحبتين. وين خاش على ثقيل كوابل؟ والله هي الرئيسي هذا. الرئيسي. هذه اخبارك؟ المرحله النهائيه اللي هو الدخول الرئيسي من العمود للمفتاح. المفتاح طبعا يعطي المال. يا ضيف مشكلة في البدايه نرحب بك ونقول لك كل عام وانت بخير. وانت طيب ان شاء الله، يعود عليك بالخير ان شاء الله. وعلى الامه الاسلاميه. الله يسلمك. عليبيين باذن الله. ان شاء الله. اللهم امين سي علي. طبعا احنا برنامجنا اسم الشغل مش عيب، هدفنا نوعوا الشباب، ننصحوهم. حاولنا في رمضان نكونوا كدعاة نصيحه، نقولوا للشباب اشتغلوا مهما كان الشغل ما هوش عيب. ربي يوفقكم. وطبعا هذه مهمه صعبه شويه، لان انت عارف ان الشباب يعني بالذات الوقت هذا صعب انك تفهمه انه يشتغل وانه طلع قوته من عرق جبينه. ولازم يعني هذه توعيه للشباب، ونهنيكم عليها ونبارككم في البرنامج الجيد. وبصراحه يعني انا لي الفخر اني ولنا نحن حتى انا الفخر ونشرف بك سياده السيد علي. نحن في البدايه نبو نتعرفوا علي، كيف انت امتهنت المهنه هذه وكم لك فيها سنه؟ والله طبعا المهنة هذه طبعا انا افضل مش كهربائي. انا عارف، انا نحن جايين واحده واحده. أيوة. سالت عليه قالوا لي ماكش كهربائي، لكن انا تو نحكي ان الشغل اللي تشتغل فيه كهرباء من امتى؟ كان لي 20 سنه. 20 سنه. 20 سنه. طبعا بدايتها انا في مصنع الاسمنت اصلا. وطبعا نحب اني نستوعب اي حاجه تجي قدامي. فبصراحه يعني قعدت اتبع في الالمان ذات الكهربائيين يعني أنا طبعا سوبرفايزر مشرف عام ماشي. فقعدت نشوف في الالمان لما يصير خطا كهربائي، لما نقعد مشرف ورديه يقعد معايا الالمان، فنستدعيه نشوفه شنو يدير. قعدت نتعلم منه. تاخذ منهم شويه شويه. تاخذ منهم شويه، وبعدين قعدت نخدم حاجات بسيطه خفيفه هيك. لين طبعا تلاقيت مع صديقي يعني صراحه ورفيقي ومعايا ديما في العمل كهرباء، قال فتح الشريف طبعا يطيب الخير نمسي عليه اليوم هذا. طبعا نقول لك هو طيب، فخليت اكسبت اكثر ما شاء الله. والحمد لله يعني عملنا ماشي الحمد لله. يعني هذا باستثناء يعني عملك الثاني. عملي الاخر طبعا تقاعدت. تقاعدت. انا قاعد طبعا. فانت الحاجه هذه يعني شوف، يعني حتى وانت متقاعد
حاب وقتك الفراغ نتاعك تقضي في حاجه مفيده لك وتستفيد منها. وين بنقضي؟ اول حاجه نحن طبعا الليبيين والوقت هذا انت ماكش عارف ازمه وغلاء اي حاجه، فنحن نساعدوا في اي واحد يعني مساعده يعني. نحن الليبيين في الاخير بكل بعضنا يعني نعيدوا بعضنا. نحن حتى هذا هدف برنامجنا، نشجعوا الشباب الليبي انهم يتعلموا طبعا منكم انتم كخبره. استاذ علي، ليش اخترت الكهرباء؟ يعني الكهرباء حتى في لي انا مرات كشاب نخاف منها، التعامل مع الضي وعر. والتعامل معها حضر جدا. مرات الغلطه الاولى هي الاخيره. الاولى هي الاخيره، نفس اللغم بالضبط. الخطا الاول هو الاخير. هو الاخير. لكن انا يعني حبيتها لاني قبل ان نبدا في هذه كنت اي مسجل نفتحه، اي حاجه كهربائيه نفتحها. حاجات الكترونيه بصفه عامه. الكترونيه نفتحها ونشوفها شنو. يضرب عندي حاجه في الحوش لازم انا نشوفها قبل نجيب لها واحد، مرات تصلحها انا. صح. فامتهنت المهنه هذه الحمد لله يعني. استاذ علي، في شباب ليبيين جوك تعلم قالوا لك علمنا المهنه هذه؟ والله جونا شباب ليبيين وعلمناهم والحمد لله. طبعا اول ما تجي انت ما تعطيش على طول الكهرباء طبعا. نعطوه المبادئ اللي هي يبدا كيف يكسر، كيف يحط العلبه الحديد. حاجات اللي لنا الاساسيه الاولويات البدايه يعني الخطوات الاولى. بعدين يخش علي توزيع الاسلاك كيف توزيع، لكن كعلق رئيسي مازلنا ما اعطيناهمش. ومشكلة الشباب الليبي إنه ما يدومش، يجي يخدم معك فترة بعدين يوم يومين وبعدين يغيب يومين ثلاثة أخرى يسهر. طبعا وش غابي أنت يسهر على النت وننصحوا فيهم النت ما ينفعش بيك، راهو أنت المفروض هذا وقتك يعني. ممكن النت يكون الاستعمال لا مفيد يعني يطور روحه بالمهنة، هو يخش يشوف على الأسلاك. يا ريت يشوف على الأسلاك، هذه عادي مش مشكلة يعني. كيف توزيع الفائدة له هو لما يخش عليه مثل موقع الكهرباء، كهرباء المنازل في مثل يخش عليه ممكن ينمي مهبته أكثر. لكن نحن مشكلتنا ان النت خلاص عليه يا بوبجي يعني، ويسهر في الليل يرقد تجي يدلنا تلفون. والله البوبجي انا ما تقدر تدير المرايه. المصورين اللي ما يفين الا في 24 ساعه هيك بيوقفوا راه. ترى عين عينك. يلعب بعد ضروري منه. فنحن انا ننصح الشباب الليبي والله في اي مهنه مش كهرباء بس انهم يمتهنوا المهن، لان نحن رانا الوقت ما لناش امان. معلش. صدقت. ما لناش امان توا بكره بعد بكره بيطلعوا الاجانب كلها يعني مسكر. صح، كيف ما نحن صارت في بدايه الثوره في 2011 البلاد الاجانب كل مروح رقدت. فلكن تو الحمد لله شو قعدنا نشوف انه في يعني بدون الايادي العامله الليبيه ادعك شويه في الاجانب. الحاجه الوحيده اللي دوم ما خشوش عليها الليبيين هي السباكه. عندنا الليبيين سباكه ودينا يعني السباك والكهرباء يكون ليبي، لان هذه حاجه مدفونه في الحوش مدفونه في الساس، ما فيهاش مشكلة في الزواج ولا حاجه تقدر تشطبها مره اخرى وتغيرها من جوه. مدفونه هذه ضروري انه يكون ليبي ويكون يخاف الله. يخاف الله بس، مو هذا حتى باش حتى يكون في ثقه متبادله، لان يعني هذا ليبي نقدر يعني بكره بعد بكره تصير حاجه عندي نقدر نجيبها، عارف مكان شغله. لكن الاجنبي مرات يسافر يرد بلاده خلاص. انا تو معلش انا طلعت من هنا مشيت الجزيره جبت مصر نبي هذه ركبها الحين، كيف ما ركبها ركبها هو ولع لي ولع لي بس جا ضرب بخرة نعدي ندوره معش تلقى معش تلقى. لكن اللي بيراق ما عندي وحوش الناس اغلبيه احنا الحمد لله ان احنا دغري اول ما هني بيعرف حوشه وتعرف حوشه وحتى مرات تصير صداقه يعني حتى نحن هذه ميزتنا شعب طيب يعني. نحن عندنا اصدقاء اخذناهم عن طريق العمل الكهرباء لحد الان حول العمل هيك صداقه بروحها. شوف يعني الناس تعرف انه مش موضوع هي خدمه وخلاص. نمشي بعضنا ونجوا حتى من غير عمل، لان كملنا لهم ويسكنوا والحمد لله ونمشوا. وتمت صحبه وتمت مشي وجاي. صداقه. سي علي نحن اليوم انا نبي كيف ما انت تو حكيت للناس قلت ما تقدرش توريني كيف مالك ضي، لكن نبي نعرف حتى الاساسيات كيف ندير يعني الشغل مثلا. انا بنتعلم الكهرباء كيف حنتعلمها؟ اعطيني اساسيات اليوم بكون معك اثناء العمل نتاعك اليوم في الحوش اللي انت تخدم فيه. اليوم نبي نكون مساعد لك اليوم. طبعا طبعا نحن جينا انت جيت طبعا في الشغل النهائي طقيت فيك في التصنيف النهائي. لكن مش مشكله تو نخش جوا نوريك توريني حتى الحاجات اللي انت خدمتهم وحاجات اللي هنا مثلا تقول لي راه كيف تبدا الاساس من هنا وتبدا من هنا.
الرئيسية. هذه العلبة الرئيسية اللي داخل الحوش. اللي داخل الحوش. تمام. باي. اللي داخل الحوش هذه يجي منها منين؟ يجي طبعاً للتوزيعات حسب الزبون. تمام. في زبون يقول لك أنا نبي اللمبات بروحن، البرايز بروحن، المكيفات بروحن، والسخانات بروحن. هذه تستهلك سلك. سلك واجد. تستهلك سلك واجد. باي. أو إيش أنا تو شفت كمية الفلوس؟ هذه كل شيء بروحه، تولي مكيفات بروحه، ولا بريزات بروحه، ولا لمبات بروحه. فاصل إنه. كل واحدة بروحه. فداخل سلك أكثر. ليش سلك هنا كل بتطلع من. كل دار تطلع منها جزء متاعها. كل قرزوت الدار يطلع منها مرات 6-7 أسلاك. فهنا جي طبعاً جي على الرئيسي طبعاً جينا الرئيسي من ما شفتني برا جايبين العشرة نحن عند هنا عند المفتاح هذا واصل العشرة طبعاً هذه ما زالت ما شطبتش كامل تمام أنا عند هنا العشرة يعني طبعاً شنو الثلاثة فازي ويجي الثلاثة فازي كل فازة بروحها ثلاث صفات ماشي في صندوق صفتين وفي صندوق ثلاثة هذه ثلاثة كل فازة تأخذ صفة الصفة هي مثل تعطي هذه برايز هذه تعطي لمبات هذيك تعطي سخانات ومرات يقول لك لا أنا نبي جزء هذا بروحه جزء هذا بروحه جزء هذا بروحه ماشي فهنشط مولة وطبعا البداية هي أول ما تبدأ في العلب متاع تكسير متاع مشي علب وقراجيط قراجيط وبعدين تبدأ شنو بعد تسكر بعد الياسر طبعا قبل الياسة تجي شنو تسحب أسلاك إيه لأن مرات في أثناء الياسة تسكر قرزوطة حاجة لكن لما يجب مازال ما تلياسش تجد هنا فرصة تتفادى أي تسكير إيه لأن بعدها خلاص فات فيه تليست بتخش شغل أخر بتخش شغل واحد آخر وعندنا طبعاً إحنا مشكلتنا الأغلبية كلها في الصدف الصدف طبعاً لما نحط القراجيط ويجي الصبة تجي طبعاً دمبر تعفس على المرات على الجرجوطة تصفتها انت لما جيت بتمشي تجد مسكرة توسي علي مثلا انا كان بجيب نتعلم معك انا كشاب بيبي نتعلم معك الصنع كم حتبي لي وقت باش اذا كان انا عندي رغبة ونجي معك مداوم يوم بيوم في كم حد انت نجي معك يوم لعند انا نوصلك لعند عند التجميل متكامل عندي التجميع لا ما مزلت ما علقتش لا انا نحكي لك بنقعد معك فتره باش تجي تقول علي انا كهربائي منازل خلاص نقيته زد نجي هنا الحوش فتره انا كم تبي لي باش نتعلم من 6 شهور وفوق لكن مداومه يوميه يعني ما فيش يوم بعد يوم تجديد لا يوميه مداومه وهذا يعني كيف ما تشوفوا اعزائي المشاهدين يعني اغلب المهنات اللي شفتونا نحن معاهم ديما الرنج يكون هيك 6 شهور السنة يعني واحد باش يتعلم صنعة تكسب فلوس وذهب لسنين عمره لقدام تاخدها في 6 شهور أو سنة مش موضوع يعني عندك رغبة انك تبي تتعلم رغبة تجد مرات ما عندكش رغبة ممكن مزروري ضربك بوك ضربك خوك ضربك حاجة تجيب بها هذيك وخلاص كيف اللي يقول له ذاكر يقول فاتح الكتاب لكن مش بس هو مش مركز ومش مدور ويقى طول عمره عامل يقى بس مساعد جيب السلوم قص دير كسر خبر معلش تو عندنا حتى في المسرح فيه البطل في كومبارس فيه اللي يعني
مش هياخذ البطوله مهما تدير، لا انت مش هتاخذ البطوله. خلاص هو رضا، هو رضا انه بوضعيته المساعد، ما عندش تطور، تطور في روحه. عندي الناس تطور في نفسها بشكل مصر صراحه ان شاء الله. من عند الفنانين والمطورين لا قوه الا بالله، يعني وكان غير عندنا العالميه راهو عندنا النجوم. لا الليبيين ما شاء الله سي علي، نحن الليبي لما يخش في شيء يتقن، يتقن ويبدع فيه، لان ديما يكون في تحدي بينه وبين نفسه، ان الشيء هذا لما بيخدمه صح بيرد عليه، هو يكون له سمعه، يعني حتى السمعه تكون معروفه. وهذا شغل الفني. انا والله ننصح جميع الشباب، جميع الشباب انهم ياخذوا مهنه، يقول لك مهنتي اليدين ولا ورث الجدين. ايوه معروفه. اه لو انا ما فيش مثل مرتبات، ما فيش سيوله، ما فيش حاجه، لكن هذه جايبتني يبدي هذه والبيسة والكشفيتة جايبتني. ربي يعطيك الصحة. نصرف على الحوش، ما نقولكش إن جايبتني فوق، لكن الحمد لله مصروفي ساترتك. ساترتني الحمد لله رب، إن شاء الله يسترنا الجميع. طبعا رسالتك لكل الشباب الليبيين، شو نصيحتك لهم اليوم؟ والله نصيحتي لهم أول حاجة نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، تحضرون شهر رمضان المبارك، ونقول لهم أول حاجة حب الوطن. حب الوطن أهم شيء في البلدان، يعني الإنسان لازم يحب الوطن. لما يحب الوطن يغير عليه، لكن ما فيش حب وطن ما فيش غير على الوطن. ما يهمنيش أنا انكسرت هذه، تمرت هذه، انكسرت هذه، ما يهمنيش. ونحثهم على العمل، ونحثهم أنهم يكسبوا مهن يلقوهم للمستقبل لقدام. يعني أما مش المهنة لما يستلمها، لما يكتسبها ما بيش يخليها، اللي يكتسبها هو الروحة اللي يكتسبها، يلقاها لقدام للزمان وللوقت. كما قلنا شيابنا، دير بتلقى للزمان. أيوة. بارك الله فيك سي علي، مشكور جدا جدا. أعزائي المشاهدين، تحياتنا أيضا لرعينا الرسمي شركة لميس لمواد التنظيف، وأيضا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. إلى حلقة جديدة في أمان الله. هذا البرنامج برعاية الحياة. بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير، يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني ما فيش غير لميس 3 في 1 اللي نظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم.